هذه بحيرة سانت وولفغانغ من ضمن الخمس بحيرات اللي كلمتكم عنها. هذه بحيرة سانت وولفغانغ، الناس وين يجون يوقفون السيارات باركينج هنا ويدخلون مركز المدينة. في وولفغانغ وفي أو اللي نحن فيها سانت وولفغانغ، في فرق بين سانت وولف وفي فرق بين الثنتين. نشوفكم في لقطة ثانية. بعض المحلات في سيتي سنتر سانت وولفغانغ. سيتي سنتر مالهم من المدينة هاي. مدينة صغيرة تبعد عن سالزبورغ 50 كيلومتر. تتميز المدينة بهذه القلعة اللي على النهر اللي على البحيرة. هاي اللي يميز العلامة البارزة في المدينة، هذه هي القلعة. لقطة من ناحية من زاوية ثانية، بحيرة سانت وولفغانغ، هاي النافورة من هناك. اليوم مشمس والناس مو مصدقين. هاي مكان تمشي على البحيرة. سانت وولفغانغ، بحيرة سانت وولفغانغ، مجموعة بحيرات ترى من شمال سويسرا، من أشهرها الخمس بحيرات، لكن في بحيرات ثانية أصغر يعني، لكن هالبحيرات المشهورة اللي تستحق الزيارة. بحيرة سانت وولفغانغ من زاوية ثانية.